أصعب إحساس في العالم إنك تفقد إنسان عزيز عليك فجأة وما تعرفش إذا كان عايش ولا ميت. أصعب إحساس إنك تعيش طول عمرك في انتظار وعلى أمل إنك تشوفه أو حتى تلمسه أو تاخده في حضنك. أصعب إحساس لما يكون قلب الأم واجعها على ابن اتخطف بقاله 19 سنة من قدام باب بيته. بيبقى القلب مكسور وموجوع وكمان مهزوم. قلبي بيدعي ربنا بلحظة أمل تعود فيها الحياة لي. النهاردة معايا في الاستوديو أم كل أمنية حياتها إن ابنها يرجع لها تاني بعد غياب 19 سنة. أم فقدت جوزها من شدة الحزن على ابنه وفضلت عايشة بين نارين، نار وفاة الزوج ونار اختفاء الابن. معايا الأستاذة ميرفت محمد، أو زي هي ما بتحب إنه يتقال لها، أم بهاء. أهلا بيك يا أم بهاء. أهلا حضرتك يا دكتور. احكي لي، وانت بعتي لي، وانا الحقيقة تأثرت جدا باللي انت بعتي لي. انا كده جبتك ولي كل اللي انت نفسك فيه. حياتي ان انا اقابل حضرتك واعرض مشكلتي. انا تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. قولي كل حاجة. انا ابني كان عندي ولدين وبنت صغيرة عندها سنتين. انا من كفر الشيخ. كفر الشيخ. مركز الرياض، من بلد صغيرة تبع مركز الرياض اسمها عزبة الحاج يوسف الزاهد. احنا عيلة فلاحين، احنا ناس فلاحين، واحنا ما فوسطناش حد غريب، يعني بيوتنا في ارضنا، عيلة وقدامنا طريق. في يوم 6/8/2002 زي العادي خالص، زي اي ام ريفية بتلم ولادها المغرب عشان تحميهم وتلبسهم وتغير لهم عشان يتعشوا مع ابوهم اللي راجع من شغل. اتفاجئت ما لقيتش ابني، وانا سأل عليها قبلها بشويه صغيرين لقيته بيلعب مع ابن عمه. واتفاجئت فين بهاء يا محمد؟ قال لي انا سبته واقف قدام الباب وجيت ما ادور عليه ما لقيتهوش. انا قدامنا ترعه كبيره بنروي منها الارض. نزلت ورا الناس ونزلنا الرجاله نزلت ونزلنا للترعه وهي مليانه ميه، ندور عليه ما لقيناهوش. ونشفوا الترعه من اولها لاخرها ما لقيناهوش اصلا. دورنا في كل مكان في القرية وحوالينا وعند قرايبنا وعند معارفنا، وده طفل 6 سنين هيمشي يروح فيه من عند بيته، ومش بعدته ان هو يمشي ويسيبني او يسيب المكان اللي احنا فيه. اتفاجئت ان انا ملقتوش، وانا وابوه وانا واهله دورنا يعني من سنة 2002 لحد 2014، وابوه ما خلاش مكان ما دورش فيه. كل ما يسمع عن طفل ما حد يلاقي او في عيل في مكان يروح يبص فيه. انا وهو رحنا اسكندريه، رحنا تسوق، رحنا المنصوره، ما خلناش. وطبعا انا عارفه ان هو غلط، مشينا ورا الدجالين. الدجالين ضللونا وبقوا يودونا مكان ويجيبونا من مكان. فضل ابوه يكافح لحد ما جات له ذبحه صدريه ومات وهو عنده 48 سنه. واخر وصيه وصاها لي ان انا ادور على ابني طول ما انا عايشه، ادور على ابني، وانا عمري ما هبطل ادور عليه. انا طول الوقت اسمع عن عيل رجع في التلفزيون، اسمع عن احاول او حد بيعرض عن اطفال غايبه ملقيه في مكان، بحاول اسال وادور واتواصل معاهم واتكلم معاهم. وكتير شباب جم عندي، اتصلت عليهم وجبتهم على صفحات الفيس والنت وانا وولادي، ويجوم وطبعا ابني فيه علامات وفيه حاجات انا ما بلاقيهاش فيه. دي الصوره الوحيده اللي عندك ولا في ما انا في الصور اللي في اسبوع اخته دي، بس كان صغير، كان لسه صغير. دي احدى الصوره دي كانت دي اللي متصورها يوم ما راح بالظبط. يوم ما راح. بهاء النهارده يبقى عنده كام سنه؟ عنده 25 سنه. 25 سنه. يا ريت يا احمد من فضلك خش كلوز على الصوره لو سمحت. امنيه حياتي
عمرك حلمتي بيه؟ أشوفه، بحلم بيه، بحلم بيه، وعلمت إخواته وخليت إخواته اللي ما شافوش اللي اتولدوا بعد هو ما راح عارفينه كأنهم عاشوا معاه وشافوه من كتر كلامي عنه وأوصف لهم فيه، وكان بيحب إيه في الأكل وكان بيكره إيه. كان بيقولك إيه في الحلم؟ أنا في الحلم شفته وأنا فيه خناقة وضرب نار، قمت خدته في حضني وجريت بيه، قلت له مالناش دعوة، خدت ابني في حضني وجريت. ده الحلم اللي بشوفه كتير، ده اللي بشوفه كتير، إن هو خدته في حضني ومشيت وما سألتش، اللي بيضرب يضرب واللي يخبط يخبط، ما دورتش على حد. طب هل روحتي أي دور الرعاية تدوري عليه؟ دورنا، جينا هنا في القاهرة دور رعاية في القاهرة، وعندنا في كفر الشيخ، ورحنا في حد اتصل عليا بعد هو ما راح بكام شهر وقال لي انت صعوبت عليا وانا بتصل بس عشان اطمنك على ابنك، ابنك عايش مع ناس هم واخدينه ويربوه وعايش ومبسوط وحلو وعايش عيشه انت ما تقدريش تعيشها له.